الناس متشاق مشتاق يا حبيبي مشتاق. انت مالك؟ انت مال شكلك؟ وانت مال اهلك؟ انت مالك؟ انت مش شغلتك انت خالص، مش حدوتك انت خالص، لا شغلك ولا شغل ست والدتك ولا شغل حد خالص. قولي لي اشتقنا لك، قولي لي من زمان ما شفناكي. اشتقنا يا حلوه والله اشتقنا. قولي لي اي حاجه كلمه حلوه. ليش تنكد عليا؟ ليش تنكد عليا؟ ليش؟ الفئه الثانيه ابغى غيرانا. اوف عاد هادي طول الليل السهرة هي خالقة تلاقيها على قصة شعرك ولا على لون شعرك الجديد ولا على جمالك ولا على أي حاجة فيكي، ومستحيل مستحيل مستحيل تعزز لك بكلمة حلوة ولا تقول لك كلمة إيجابية. بالعكس هي همها الحين أنت ليش أحسن منها ذيك الليلة، أنا كيف أخرب عليك. لا صدق صدق من جد من جد من جد في ناس زي كده. شو شعرك كده قصر؟ عشان قصيته من زمان كثيف ما شاء الله كثير. ايش بك كذا نحفتي؟ عشان سويت رجيم. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم الامريكان. كلوكي كلوكي خدي كلي حبيبتي تغزي وتملي. لا مشكوره. شفتوا كيف طول الليل صح الرايح صح الجاي مسوي نفسها كريمه ترسل لي صح الرايح صح. مو عشان شيء والله مو عشان شيء، بس يعني اللي في بالها على بالها انه بديك الليله انا حزيد 2 كيلو ولا 4 كيلو ولا 15 كيلو. الفئه الثالثه المحروق رزها. ليش تخصصك انتي؟ تغذية بشرية وصحة حركية. وين؟ يعني منطق؟ لا بس ادرس معظم المواد اللي يدرسوها طلاب. طالع برا ومتغربة وشاغل عقل امك وابوكي عليكي، خرمت تاخر لعب واقتصاد منزلي. تسكتي الا قدك عندهم ثلاثة بزورة. ليكي قاعدة. استنى، انا قاعدة ادرس من حسابك؟ هل غربتي تؤثر عليكي نفسيا؟ هل غربتي تؤثر عليك عاطفيا؟ هل لما اتخرج بتسوي لي حفله تخرج؟ هل بتجيبي لي بلقيس تغني لي في حفله تخرجي؟ هل لما بتخرج بتجيبي لي وظيفه؟ الفئه الرابعه القافطه او اللي مسوي نفسها القافطه. هذه عينه
وسخة صراحة، يعني مسي نفسي ان انا مدركة والله اخبار المبتعثين وفضائح المبتعثين وماذا يفعل المبتعثين وماذا يأكل المبتعثين ويخرج مع من المبتعثين. مين الراديو الخربان. الراديو الخربان هذولا اغلبهم من الكبار، الله يحفظهم ان شاء الله ويخليهم يستر عليهم، الا كل ما شافوك لو ان شاء الله شافوك امس، لو شافوك قبل ساعه، لو شافوك قبل نص ساعه، يسالوك نفس الاسئله وانت ترجع تجاوب نفس الاجوبه، يرجع يسالوك نفس الاسئله وانت ترجع تجاوب عليها بنفس الاجوبه، وتحاول تمسك اعصابك عشان لا تنفجر. انت بيت ولاي اريزونا يا ستي. أصرونا؟ أريزونا. تعرف بنت بنتي سمية؟ لا والله ما أعرف. أنا أدري منها، والله ركب والله تدرس هناك. بنتي يا سورية أختك سمية تدرس في أي ولاية؟ في كولورادو يا ستو. كم مرة نقول لك؟ كولورادو. تعرف فيها مو؟ يعني فجأة يا ستو أمريكا اللي بخمسين ولاية صارت الحارة حقتكم حقت أيام زمان، اللي كل مين مدرك الثاني كل مين يعرف الثاني. شيخ رحميني يا شيخ رحميني رحميني. أنا من جد هنا أعلن انسحابي، أعلن انسحابي. ترى قلبي يقرقع بناس مرة كثير أشكالهم، إذا تبغون أسوي عنهم حلقات ثانية اكتبوا لي تحت في الكومنتات، اكتبوا لي تحت في الكومنتات مين شخصيتكم المفضلة، واكتبوا لي صارت لكم مواقف زي كده أو لا، واكتبوا لي صارت لكم قصص خلونا نضحك عليه، ولا حد يزعل. خليهم يزعلوا. ترى الموضوع دعابة. لا من جد. ترى الهدف من هذه الحلقة فلا ونسى وضحك، وكمان أبغى أقول لكم المبتعث لما يجيكم ما يصدق إنه يجيكم، مشتاق لكم ترى وفرحان طاير من الفرحة. قبلوه بكلمة حلوة وخفوا عليه يا أخي. سووا لايك وشير وسبسكرايب وأشوفكم في الحلقة الجاية. سلام.